حياكم الله يا اهل الكويت في فقرة مشروع كويتي، فقرة التفاؤل، فقرة الايجابية، فقرة المشاريع الجديدة على ارض بلدنا الطيب والجميل، واليوم موضوعنا عن واحد من مشاريع الطرق الضخمة وما شاء الله مشاريع الطرق تارس الديرة. وباذن الله خلال السنتين الثلاث سنوات القادمة راح تنجز عدة مشاريع للطرق منها جسر جابر وصلة الصبية، جسر جابر وصلة الدوحة، طريق جمال عبد الناصر طريق الجهرة الخطوط السريعة الضخمة تطوير الدائر الخامس طريق الوفرة المؤدي لمدينة صباح الأحمد السكنية تطوير طريق الويصيب وايد وايد مشاريع تطوير شارع الغوص يعني وايد مشاريع بإذن الله راح تنجز خلال الفترة القاد المقبلة وكل هذا بفضل جهود المخلصين والمجتهدين في وزارة الأشغال على رأسهم وكيلة وزارة الأشغال مهندس عواطف الغنيم والوكيل المساعد لقطاع شؤون الطرق المهندس أحمد الحصان وموضوعنا اليوم عن واحد من مشاريع الطرق الضخمة وهو طريق الدائري ستة ونص طبعا وايد من المشاهدين أكيد يسألون شنو سالفة هالمشروع ليش اسمه ستة ونص والمشروع وايد ضخم تكلفته وايد عالية توصل حوالي 97 مليون دينار كويتي فهل فعلا الكويت بحاجة إلى هذا المشروع بهالقيمة الضخمة هذا اللي بتعرفونه إن شاء الله في فقرة اليوم طريق الدائري ستة ونص باختصار هو طريق جديد ومستحدث مكانة بين الدائري السادس وبين الدائري السابع فلذلك تم تسميته بطريق الدائري ستة ونص وهذا طبعا دائري ستة ونص اسم عقد المشروع يعني إن شاء الله لما ينجز المشروع راح يتغير اسم هذا الطريق والسبب الاول والرئيسي في انشاء هذا المشروع هو المدينه الجامعيه الجديده الجديده الجاري تنفيذها حاليا في منطقه الجداديه واللي تحمل اسم مدينه صباح السالم الجامعيه هذا المشروع الضخم اللي تبلغ مساحته 6 مليون متر مربع فيه كل مقومات ومكونات المدن وراح تشيل هذه الجامعه أو المدينة الجامعية أكثر من أربعين ألف طالب وطالبة هذا غير أعضاء هيئة التدريس والموظفين فلما يفتتح المشروع وإن شاء الله راح يفتتح خلال في كليات راح تفتتح خلال السنة القادمة في كليات 2019 راح يكون تقريبا كله يعني شغال فلما يفتتح بإذن الله المشروع راح يسبب زحمة كبيرة على الطرق حوالين هذا المشروع ومنها الدائر السادس والدائر السابع والطرق المحيطة كلها فشافت الدولة أنه إحنا لازم ننفذ مشروع جديد أو نصمم طريق جديد يخدم هذه المدينة الجامعية فكان مشروع طريق الدائري ستة ونص خلونا نشوف هذا التقرير عن مشروع طريق الدائري ستة ونص ونرجع نتكلم أكثر عن تفاصيله بإذن الله مشروع طريق الدائري ستة ونص من المشاريع المهمة والجديدة في دولة الكويت وهذا المشروع نفس ما شفته بالتقرير يتضمن على ثمان تقاطعات رئيسية يبتدي من تقاطع هذا الدائري دائري ستة ونص مع الدائري السابع جهة جنوب عبد الله المبارك وينتهي بتقاطع دائري ستة ونص مع طريق خمسين اللي هو طريق الملك فيصل طبعا المشروع يتضمن على عدة جسور علوية وعدة أنفاق ويؤمن كذلك ثلاث مداخل حق مدينة صباح السالم الجامعية ومنها جسر رئيسي من الدائر السادس إلى المدينة الجامعية أنا عشان كذي توقع أقول حق أبو أحمد أنه في تطوير هذا المشروع كأنه تطوير حق الدائرة السادس لأن في جسر من الدائرة السادس راح يوديك إلى الجامعة وهذا الجسر يخفف بشكل كبير الزحمة المرورية والضغط على الدائري السادس طبعا إضافة إلى الجسور والأنفاق يتضمن المشروع إنشاء تسع جسور للمشاة منها جسرين للمشاة راح يكونون مسكرين ومكيفين فيهم مصاعد كهربائيه هذول الجسرين هذول مخصصين حق طلبه المدينه الجامعيه الجديده. مشروع دائري سته ونص يشتمل على استحداث طريق جديد بطول 18.5 كيلو متر من الطرق. والسرعه التصميميه في هذا الطريق توصل الى 100 كيلو متر في الساعه وطبعا يتضمن على ثمان حارات بالاتجاهين بكل اتجاه ثلاث حارات وحاره مخصصه للطوارئ. اليوم انا كنت في حوار مع مدير المشروع المهندس المجتهد الكويتي مهندس محمد ميرزا قاعد يقول لي ان هذا المشروع يخدم بشكل كبير غير المدينه الجامعيه يخدم بشكل كبير منطقه عبد الله المبارك. يعني منطقه عبد الله المبارك بعد هذا المشروع راح تتغير شبكه الطرق عندهم راح يرتاحون وايد. واضافه الى منطقة عبد الله المبارك راح يخدم منطقة غرب عبد الله المبارك اللي تنفذها حاليا الهيئة العامة للإسكان وراح يخدم أيضا جنوب عبد الله المبارك اللي في مرحلة التصميم حاليا عند أيضا الهيئة العامة للإسكان وكذلك راح يخدم الضجيج ويخدم مطار الكويت الدولي اللي ينفذ حاليا في محيطة ثلاث مشاريع رئيسية اللي هما مبنى الركاب اثنين والمبنى المبنى المساند الجديد ومبنى ركاب الجزيره وكذلك يخدم منطقه صبحان وطبعا راح يخفف الضغط بشكل كبير نفس ما ذكرت على الدائري السادس وهذا المشروع ولله الحمد تم توقيعه وتمت مباشره الاعمال فيه وحاليا جاري طبعا تجهيز المكاتب لجهاز المقاول وجهاز الاشراف من وزاره الاشغال لوزاره الاشغال العامه وعمل الاجتماعات التنسيقيه مع الجهات الاخرى المسؤوله. خلينا نشوف الحين ابو احمد شنو عنده من تعليقات على هذا المشروع الضخم. ابو احمد هذا مشروعنا اليوم دائره ستة ونص نفس ما قلت لك ابو احمد في جسر من الدائره السادس وايد راح يخفف الضغط على طريق الدائرة السادس نفسه والزحمة اللي راح تصير بعد افتتاح يعني إن شاء الله الجامعة الجديدة تأكيد على كلامكم من سعلي اليوم نشوف نهضة في بناء البنية التحتية وإنشاء الكثير من الشارع ويمكن هذا يمكن كل مرة قاعد أكرر لك يعني خلال الثلاث خمس سنوات الجاية يعني هذه النهضة في البنية التحتية بأوامر سيدي حضرة صاحب السمو بمتابعة الشخصية بمتابعة لطرح هذه المشاريع اليوم هذه المشاريع ضخمة ما هي موجودة ترى في بالمناطق في الدول يعني المجاورة لك يعني مثل اليوم أنت تروح الدول يعني طريق الجهرة وجمال عبد الناصر فيه في شغلات ما فتحوها بعد وتشوف ما في زحمة صحيح فما بالك إذا كل الطرق وتم الانتهاء منها خلال عشر سنوات الجاية ابيك الفتره الجايه بس تقول لي مترو الانفاق متى؟ مترو الانفاق ابو احمد أمطول شكرا باختصار شديد يقول خليد. لي اتفائل ويقول لي <applause> ما ادري شنو ليش؟ انا ابو احمد امانه ايه؟ انا اشوف الجانب الايجابي بس مو معناتها والله انه ماكو شيء سلبي، في عندنا عندنا اشياء سلبيه ابو احمد بس صعب يعني؟ بس مترو مشر اندر اليوم مترو في الأنفاق مترو الانفاق مترو الانفاق ابو احمد أه يعني على حسب ما وصلني من كلام ان الدوله تبي تركز اول شيء على النقل العام بالطوره بتركز على الطرق وممكن الاعاده والكلمه قلتها اي بتركز على النقل العام والباصات بمشي انا يعني. بمشي, يعني بمشي. خله يسولف اذا صدقتوا تعال حاكوني يعني اذا صدقتوا تعال وين نقل عام انت شايف في نقل عام يعني احمد والله ابو شوف <applause> قبل فتره ما كنا بروح نصدق احمد قبل فتره ما كنا نصدق ان الكويتيه راح تتطور صح ولا لا 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 الكويتيه شبي لها بس بس والله الحمد الحين دم طيارات جديده ايه 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 شفت الطيارات ش حالاتها ووجهات جديده ترى الكويتيه في اشت... النقل العام نفس الشيء أحمد يا, يا, يا علي يا شح. علي يا بعد قلبي الطيارة الكويت اشترت طيارات تتطور اي قصه هي أحمد الطيارات هي مبلغ بلاق لها مليارين قرار م... اعطها ميزانيه تشتري طيارات تبي احمد هال... هالشيء موجود من زمان مثل بس ما شفنا باخواننا الصينيين يسووا لك اياه والله يسوونه ابو احمد كوريين يسونا. والله يسوونه نادي الكوريين يقول انا ابي هذا المشروع عندنا اخوي كوريا عندنا الكويت بلوك صغير بالضبط 3 ييرز فينش الله يداك علي يختم يلا, يلا ما انا يلا روح يلا علي وياك الميكروفون خلنا نختم اعزائي <applause> المشاهدين مالكم شغل أبو احمد خلكم متفائلين في نهايه فقرتنا بعد هذا الفاصل نعود الى الزميل الغالي محمد المله